وزير الشباب والرياضه. واش كتعرف الشباب؟ باسكو واحد ليتود خرجت مؤخرا، هذه تقريبا واحد 15 يوم ثلاثه سيمانات خرجت واحد ليتود على الشباب. واش سي محمد وزير اللي معنا الصباح وزير الشباب كيعرف الشباب، بروميير كيسيون الاولى، شنو هي الحاجه اللي مازال ما داروهاش 97.4% ديال الشباب الدراري في المغرب؟ واش حسب الدراسه ولا حسب رايي؟ على حسب الدراسه. على حسب الدراسه اعتقد ان 97.4% ما تعوجوش، عفوا ما تجوجوش، ما تجوجوش. اكزاكتومون. تاني حاجه، اول وسيله ترفيه عند الشباب على حسب الدراسه هذه، اول وسيله ترفيه اعتقد هي التلفازه. اكزاكتومون. صباح. ثاني وسيله ترفيه عند الشباب على حسب الدراسه دائما طبعا الرياضه. الرياضه سي بون ريبونس، برافو عليك سي محمد، راك تعرف الشباب. 100% هيت هيت راديو.